واحد النهار كنت في تلمسان عند لافامي تاعي، وانا عندي كما نمشي لتلمسان دائما جو بروفيت نخرج من العشيه لعشيه نحوس ونمشي نبحث عن المناظر الطبيعيه اللي كاينه بالمنطقه. خطره هكذا كنت رحت في جهه اللي كيسمها لوريت، اللي معروفه بزاف في مدينه تلمسان واللي معروفه خاصه بالشلالات تاعها. فكنت ديت لاباري فوتو تاعي باش جوستمون نصور هادوك الشلالات. كانت العشيه والحال كان مغيم بزاف وما كانش عجبتني بزاف الالوان البارده، فقلت معليش غادي ناخذ الصوره تاعي ونشوف لو ريزولتا. فكي بغيت ندي لا فوتو خرجت لي شويه تاع الشمس وغيرت لي كامل الالوان والمنظر بان ماجيك. فخديت الصوره في هذاك لو مومون، لو ريزولتا كان مدهش وعمري ما ننسى هذاك النهار وهذاك الانستان بالذات. ثابت اول اسمهان عاون طبي في التخدير والانعاش ومصوره هويه.